في عشية انطلاق بطولة خليج 25 البصرة الفيحاء تفتح أذرعها لاحتضان الأشقاء والمضايف تجود بالكرم والعطاء. بتقنيات احترافية وإمكانيات استثنائية خليج 25 يتوج كنسخة جديدة مميزة وملاعب عالمية فريدة. خليجي 25 يوحد العراقيين ومنصات التواصل تضج بدعم غير محدود وترحيب منقطع النظير. في ذكراه الثانية بعد المئة الجيش العراقي يوقد شمعة جديدة من البطولات في الدفاع عن الوطن وإشادات بدعم سور الوطن. إلى حيث ملتقى دجلة والفرات تنساب الجموع إلى أحضان البصرة وإلى مدرسة علوم العرب. يتدفق العرب إلى حيث رئة العراق ليجتمع الوصال بعد عقود من الانقطاع، وتعود اللحمة تنسج غزل التآخي. خليجي 25 ليست بطولة كروية تتصارع حولها الدول، بل كرنفال اجتماعي يتدفق إليه أبناء الجلدة الواحدة واللغة الواحدة والدين الواحد، لترفع البصرة أشرعة العبور من ضفاف سني المآسي إلى مراسي الأحلام المتحققة. وكأن العرس الكروي الجديد قد فتح الباب لعام جديد يعبد الطريق لمشوار عازم قادم غير قاتم. قبل ساعة من افتتاح بطولة خليج 25 لبست محافظة البصرة ثوب الفرح، وازدانت شوارعها ومعالمها التاريخية وكذلك الحضارية بأعلام الدول الخليجية وشعار البطولة، وخرج صغارها وكبارها لإحياء عرس الكرة الخليجية، حيث ارتسمت مظاهر الزينة في مختلف شوارع المدينة وأمام المقرات الحكومية والخاصة وكذلك المنشآت الرياضية والأسواق الشعبية والأماكن ومقرات إقامة وفود المنتخبات المشاركة. هذا وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لانطلاقة العرس الكروي الخليجي وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق نجاح تنظيمي كبير يليق بمكانة البطولة لدى شعوب المنطقة، خاصة أمام التنظيم المحكم لاستقبال الجماهير وتنظيم حركة المرور بالمدينة والخطط التي تم وضعها لضمان دخول وخروج الجماهير أيام المباريات في أفضل الظروف. أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن إكمال استعداداتها النهائية لانطلاق بطولة خليج 25 في محافظة البصرة، حيث دشنت هيئة الإعلام والاتصالات غرفة عمليات ميدانية مشتركة مع شركات الهاتف النقال في مكتبها بالمحافظة للعمل على مدار الساعة وتلافي أي خلل قد يحدث في عمل الاتصالات الهاتفية خلال بطولة خليج 25. كما وكشف عضو اللجنة العليا للبطولة والوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق البطولة فيما يخص وزارة النقل، مؤكدا على التعاون مع اللجنة والوزارة بالمستوى المطلوب. فيما أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة عن الانتهاء من استقبال كافة الوفود الخليجية للمنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدة على أن كوادرها استنفرت كافة الجهود من أجل استقبال الجماهير بمدة لا تتجاوز 10 دقائق. من جانبه تفقد قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد زويد ملعب البصرة الدولي، مشددا خلال الزيارة على أن شرطة البصرة على أتم الاستعداد والجاهزية لحفظ كافة الممارسات التي ستقام في المحافظة وكذلك سلامة وأمن الوفود الخارجية والداخلية.
البصرة ديرتنا عبارة تكررت كثيرا على ألسن الجماهير الخليجية القادمة إلى محافظة البصرة، الذين أعربوا عن فرحهم وسرورهم لحفاوة الاستقبال والكرم العراقي الأصيل. ليث صلاح والتفاصيل. هي عشية خليج 25 ورهان النجاح يطغى على كل الأحاديث، فالجهود التي بذلت تؤشر اكتمال كل المتطلبات لصافرة الانطلاق. الحقيقة من النادر أن يجتمع الخير كله في مكان واحد، يعني الماء والخضراء والوجه الحسن وهذا المطر الجميل وهذه الوجوه البصراوية الجميلة، يعني التي أضافت للحدث نوع من المتعة والبهجة. يعني أنا شخصيا سعيد جدا بوجودي داخل البصرة وأنا أعيش هذه الأجواء الرائعة. الأجواء الإيجابية في البصرة ولدت انطباعا تفاؤليا لدى الوفود المشاركة، فالملاعب مبهرة والمرافق السياحية ذات جودة عالية، أما الأمن فمطمئن جدا فضلا عن الترحيب الشعبي المتفاعل بحسن الضيافة والكرم. احنا أول شيء جينا مرتين، المرة الأولى جينا مباراة الودية، ضباط عساكر سواق أهل بصرة المطاعم كلهم يرحبون فيكم، يقولوا هلا بيك هلا وبالضيف هلا، وهذه أخلاق أهل البصرة وأخلاق أهل العراق. بالعكس احنا ما شفنا إلا منهم إلا رحابة صدر وطيبة القلب. لما وصلنا العراق بأمانة حسينا الصدق إن خليج البصرة يجمعنا وهذه ديرتنا. كثير استانسنا، يعني كثر ما تمشي انت سواء في الشارع تمشي في الأسواق تشوف حفاوة الاستقبال تستانس. احنا هناك بسلطنة عمان يمكن ما نمتلك ملاعب مثل هذا الملعب، يعني أكون صريح معاك، ونتمنى ان احنا يكون عندنا في سلطنة عمان ملعب مثل هذا الملعب بهذا الجودة. ومع اكتمال عقد المنتخبات واستمرار توافد المشجعين الخليجيين، تكون البصرة قد دخلت رسميا في اجواء النسخة 25 من المونديال الخليجي. بعد غياب البطولة لاكثر من 40 عاما عن العراق، ها هي البصرة عروس الخليج تحتضن النسخة 25 وسط جاهزية عالية المستوى. من المدينة الرياضية في البصرة، ليث صلاح، الفرات. أكد عضو كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النائب عن محافظة البصرة علي شداد الفارس أن أهالي الزبير قاموا بنصب مضائف بالقرب من منفذ صفوان الحدودي لاستقبال الوفود الرياضية المشاركة في البطولة، وأشار أن أهالي البصرة متشوقون لاستقبال المشجعين الرياضيين ونقل صورة للعالم عن كرم أهل مدينة البصرة وطيبتهم. لأن مضيف أهل الزبير هو يجمع كل شرائح أبناء الزبير بنواحيه ناحية صفان ومقصر، وهذا الشارع الرئيسي هو الرابط بين منفذ صفان الحدودي دخول كافة الوفود الخليجية باتجاه مدينة البصرة. فمن الواجب علينا أن نقدم لهم الضيافة وأن نقوم بواجبهم، واليوم لاحظنا صراحة كل محافظات العراق حاضرة في هذا المضيف، وهذه دلالة على هناك صراحة شغف وهناك لحمة حقيقية، وكل أبناء البصرة وأبناء الزبير سعداء طبعا باستقبال هذا الجمهور المهم. وأيضا رسالة لكل من يحصل على بطاقة لدخول الملاعب، هذا المخيم سوف يقوم بنقل كافة مباريات خليجي 25 لانتهاء الخليجي إن شاء الله، بالتأكيد مع كافة الخدمات. وهذه انتقالة إلى الزميل محمود قاسم ليضعنا في صورة أدق عن بطولة خليجي 25 التي تحتضنها البصرة، نتابع. طاب يومكم مشاهدينا بكل خير.
بعد 44 عاما يعود العراق ليحتضن بطولة كأس الخليج. يعود العراق ليفتح ذراعي لأشقائه الخليجيين. يعود العراق لتضج مدرجات ملاعبه بصيحات المشجعين العرب، صيحات غابت عن مدرجاته لسنين وها هي تعود وبقوة. ملعب جدع النخلة والميناء الأولمبي هما الملعبان اللذان تم اعتمادهما لاستضافة جميع مباريات بطولة خليج 25، حيث يتسع ملعب جذع النخلة إلى 65,000 متفرج، وافتتح في عام 2013 وهو أكبر ملعب في العراق. استوحي تصميم الملعب من جذع النخلة التي تشتهر مدينة البصرة بزراعتها. في حزيران عام 2017 جرت على هذا الملعب، على ملعب جذع النخلة، أول مباراة دولية جمعت المنتخب العراقي والمنتخب الأردني، انتهت بفوز العراق بهدف وحيد سجله اللاعب على عبد الزهرة. الملعب الآخر ملعب الميناء، هذا الملعب الأولمبي الجميل فهو يعد تحفة معمارية من أجمل الملاعب من حيث التصميم الذي يعكس إرث البصرة. وقد صمم هيكل الملعب الكونكريتي على شكل الأمواج، والهيكل الحديدي على شكل سارية السفينة والأشرعة. يتسع هذا الملعب مشاهدينا لحضور 30,000 متفرج، حيث سيحتضن مباريات المجموعة الثانية التي يلتقي فيها البحرين مع الأمارات، وتعقبها مباراة الكويت وقطر. يتمتع ملعب جذع النخلة بمواصفات عالية وبناء متطور، حيث يعد واحدا من أكبر الملاعب في المنطقة. معتز الحبيب سيأخذنا في جولة ميدانية لهذا الملعب، نتابع وإياكم. بعد الإدامة والتأهيل ها هي المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال الوفود الخليجية المشاركة بمجريات بطولة كأس الخليج التي ستحتضنها أرض البصرة الفيحاء وتستقبل بها أشقاء العروبة. الله خليجي 25، كل الأمور الجاهزة واللوجستية تصرف الأعمال مستمرة ومتابعة شخصية من قبل السيد محافظ البصرة المحترم بالإضافة للسيد معالي وزير الشباب والرياضة وكابتن عدنان درجال. زيارات متوافدة على البصرة خلال هذا الأسبوع من قبل رئيس الجمهورية، من قبل وزير الداخلية، وإن شاء الله الكل مستعد وما عندنا إشكال. زيارات ميدانية مستمرة تجريها الجهات المسؤولة عن ملاعب بطولة خليج 25 للاطلاع على آخر الاستعدادات في المدينة الرياضية وملعبها الرئيسي جذع النخلة، وكذلك ملاعب التدريب والفنادق والبنى التحتية الأخرى. حقيقة السادة العزيز، المدينة الرياضية منذ أكثر من 3 أشهر أو شهرين هي في طور الاستعدادات، تهيئة الملعب، تطوير الملعب، تطوير المنظومات، تجهيزه بحيث يخرج الملعب البصرة الدولي أو المدينة الرياضية بكل مرفقاتها الأخرى من ملاعب تدريب أجمل إطلالة للبطولة خليجي 25. صراحة يعني جاي نشوف أنه تجهيزات جدا مميزة لاستقبال الضيوف القادمة من جميع الدول، وصراحة يعني ما جاي يقصرون نهائيا الشباب والتجهيزات من جميع النواحي. وبانتهاء جميع الاستعدادات لاستضافة هذا العرس الخليجي الذي غاب عن العراق لعقود بسبب حماقات البعث وزمرته الحاكمة، تبقى الأنظار شاخصة نحو الأشقاء من دول الخليج ليتشرفوا بالتواجد في بصرة العطاء. لقناة الفرات معتز الحبيب، البصرة. الحكومة العراقية وفي خطوة لتسهيل دخول الجماهير العربية وجهت بإلغاء رسوم تأشير الدخول لحضور خليج 25. إلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق
لكل من يرغب بحضور البطولة يهدف لدعم وإنجاح الكرنفال الكروي وتسهيل تواجد الجمهور وحضورهم لمنافساته بسهولة وانسيابية عالية، فضلا عن أنها ستسهم في تسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة مباريات البطولة. الفنادق التي ستستضيف المنتخبات والوفود في البصرة فنادق عالمية ومجهزة بمواصفات خدمية عالية. أبرز هذه الفنادق فندق جراند مليليوم، وهو أول فندق تحت إدارة سلسلة مليليوم العالمية الشهيرة، مشيد على مساحة تقدر بأكثر من 18 ألف متر مربع، ويحتوي على 335 غرفة وجناح فندقي ومطاعم ومقاهي وملعب كرة قدم خماسي ومسابح. الفندق الآخر هو فندق موفبيك البصرة الذي يحتوي على 145 غرفة وسيكون مقرا للمنتخبات، وهو فندق من 5 نجوم يعد واجهة سياحية في البصرة ويضم غرف اجتماعات ومؤتمرات ومناسبات. أيضا مشاهدينا، فندق مطار البصرة الدولي المصنف من الفنادق 5 نجوم سيكون ركيزة أساسية في الاستضافة، بلغت تكلفته أكثر من 12 مليون دولار، يحتوي على أكثر من 100 غرفة بمواصفات عالمية، إضافة إلى أجنحة رئاسية وقاعات للمؤتمرات ورجال الأعمال. أما الفندق فندق مناوي باشا، هذا الفندق الذي يقع بمركز البصرة يحتوي على 5 طوابق و 136 غرفة وقاعات رياضية وصالات وحدائق. تم توسعة هذا الفندق بتكلفة قدرت ب 15 مليون دولار. هذا وستحصل معظم الفضائيات العربية على حقوق بث كأس الخليج فضائيا، ويتم نقلها في جميع أرجاء الوطن العربي مجانا دون تشفير. وعلى رأس القنوات الناقلة لخليج 25 الرياضية العراقية، وكذلك ستذاع المنافسات على بيان سبورت وقنوات الكاس، وستوفر مشاهدة كأس الخليج 25 على مجموعة من الفضائيات العربية الأخرى على غرار الكويت الرياضية وعمان الرياضية والبحرين الرياضية وكذلك القنوات الرياضية السعودية وغيرها. البصرة التي ستستضيف بطولة كأس الخليج عبر أهلها عن سعادتهم بهذا الكرنفال الخليجي الذي يزيدها ألقا ولمعانا، معبرين عن ترحيبهم بالفرق المشاركة. نتابع وإياكم هذا الاستطلاع. كأس الخليج كلش مهم بالعراق، أول شيء يبين عندنا المواهب الشباب اللي عندنا اعتذار، فقرة ثانية احنا محتاجين فرحة، الشعب ينتظر هذا كأس الخليج يكون إن شاء الله عراقي، يبين عندنا المواهب، يبين عندنا الملاعب، البنيات التحتية، الشعب محتاجه. بذاك الوقت نضيفك معلومة، خليج انجمعنا سوية، كخليج احنا انجمعنا، شفت البحر شلون بالموصل على بغداد على كركوك على صلاح الدين شلون العالم فرحانه، هذا الشيء احنا نريده، واني ان شاء الله اطلب موافقه للمنتخب العراقي. هذا عرس خليجي ان شاء الله، عرس خليجي وعرس عراقي صرف 100%، ان شاء الله يا ربي القلوب وياهم وفرحه العراقيين لا توصف، ويستاهلون البصره خصوصا، يستاهلون البصره خصوصا يستاهلوها، وهذا ما نتمنى يعني حقيقه. أنا شخصيا مرتاح جدا، ان شاء الله 6 قانون ان شاء الله هم يصير عيد، عيدين، عيد الجيش العراقي البطل وعيد العراقيين بكأس الخليج العربي 25، وهذا ما نتأمل ان شاء الله، والكأس ان شاء الله عراقي حقيقه. كأس الخليج الدوره 25 اللي تقيم في البصره، احنا هذا الشيء نفرح به العراقيين ويفرح به كل اشقائنا العرب ان تكون المباراة والدورة في بصرة، هذا شيء جميل. واحنا نشوف بس الناس من لحد هاي الساعة مثل ما نقول متواجدة، والتذاكر وكل ما هو جديد نشوف احنا في البصرة، من ترتيب
من تصاميم، من ديكور الملعب اللي نشوفه احنا والتنظيم اللي دا يصير. هذا شيء جميل، فخر ان نشوفه احنا كوادرنا اتحاد الرياضه وزاره الشباب تقوم بهذا المهرجان. مهرجان احنا نسميه مهرجان فرح، مهرجان عرس لبطوله كاس الخليج دور الخليج، وبها اشقائنا الموجودين اشقاء العرب وضيوفهم، واهلا وسهلا بالضيوف الكرام وكل من معاهم في بلدهم الثاني العراق. هي الرياضه صحيح، بس اي شيء ثقافي هو يعتبر ثقافي، انجاز اجتماعي ثقافي، اواصر كذا ينجمع به كل طوائف الشعب. هسه بالبصره ما راح تجمع بس الشيعه، المأخوذ عليها هي منطقة شيعية، بس ما راح تجمع بس الشيعة، راح تجمع كل الشعب. أبو الرمادي يجي بالبصرة يشجع ويفتخر إنه هذا ملعبه، أبو السليماني يجي للبصرة يفتخر هذا ملعبه، بغداد هذا يعتبر ملعبه. بس إحنا شو نقول؟ نقول إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله الحكومة أو الحكومات المتعاقبة على هذا البلد هي من رحم الشعب، من ضمن الديمقراطية اللي جت من بعد 2003، إن شاء الله ترسم أفضل وتنجز أفضل، ونشوف اللمسة موجودة بالبصرة وبالرمادي وبالبغداد وبديالة. شوف هيش أمور ثقافية ترفيهية رياضية، هاي تخفف عن كاهل المواطن. وسط كل التحديات والمعوقات الواقعية والمصطنعة، أصر العراق على تنظيم البطولة وراهن على قدرات أبنائه وإمكانياتهم، ولا سيما البصرة الفيحاء ثغر العراق الباسم. المزيد في سياق هذا التقرير. تحديات جسيمة خاضها العراق لاستضافة خليج 25. العراق الذي دحر الإرهاب ولقنه درسا لن ينساه أبدا، لن يعجز عن استضافة بطولة رياضية، فرغم الجراحات ورغم المعاناة التي كابدها من عصابات داعش ومن قبله تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، إلا إنه لم يستسلم، فكانت يد تحارب ويد أخرى تبني وتزرع الفرحة في نفوس العراقيين. الرياضة واحدة من أبرز الأولويات التي عملت الحكومة العراقية على رعايتها وتطويرها، ولا سيما تهيئة المنشآت الرياضية لاستيعاب الطاقات الشابة والجمهور العراقي المعروف بشغفه الرياضي. ملاعب رياضية عديدة افتتحتها العراق بمواصفات دولية عالية، غطت عددا من المحافظات واستضافت على أرضها منتخبات عربية كالسعودية والكويت وسوريا. الإصرار والإنجاز، ذلك توج برفع الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016 الحظر عن الملاعب العراقية وسمح بإقامة المباريات على أرضها. لم يكتف العراق بذلك، بل زاحمت الدول الخليجية على استضافة بطولة كأس الخليج، إلى أن ظفر بشرف تنظيمها بدورتها 25. أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج بنسخته 25 تعديلا على موعد افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم الجمعة في محافظة البصرة. الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان له أن اللجنة أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة ليكون في الساعة 5:45 مساء، وعلى أن تكون مباراة الافتتاح بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني في الساعة 7 مساء، بينما يجرى لقاء المنتخب السعودي والمنتخب اليمني في الساعة 9:45 من مساء يوم الجمعة. هذا واختتم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم وحدته التدريبية الأخيرة قبيل مواجهة عمان في افتتاح بطولة كأس الخليج المقامة في محافظة البصرة. وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم إن المنتخب الوطني أنهى آخر وحدة تدريبية له تحضيرا لمواجهة نظيره العماني خلال افتتاح البطولة التي سيحتضنها ملعب جذع النخل الدولي بمدينة البصرة الرياضية. وأشار أن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس سيعلن القائمة النهائية للمنتخب العراقي في وقت لاحق، حيث يعتمد الأمر على مدى جاهزية اللاعب أحمد فرحان، حيث من المقرر استبعاد لاعبين اثنين من التشكيلة النهائية. هذا وسيواجه المنتخب الوطني نظيره العماني في مستهل مبارياته بكأس الخليج يوم الجمعة القادم.
الغياب الطويل لإقامة البطولة في العراق كان السبب بتفاعل تلك الحفاوة الشعبية لإقامتها في البصرة بعد 4 عقود من الزمن، وهو ما حول شوارع البصرة لأماكن تشع بالحياة والأمان استعدادا لإقامة هذا العرس الكروي المهم. حسين ياسين والتفاصيل. ساعات قلائل تفصل العراقيين عن إشراقة يوم مهم ليس كباقي الأيام عليهم، إنه يوم انطلاق بطولة الخليج بنسختها 25 والتي ستعيد معها ذكريات عام 79 و84 و88، وهي الأعوام التي حصد فيها العراق لقب البطولة. وبهذه النسخة فتح صفحة جديدة لتسجل تاريخ جديد لبلد أنهكته الأزمات الصعاب، لكنها لم تقلل من عزيمته. كيف لا وفيه شعب صدح منه صوت المتنبي قائلا: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. والعزيمة هذه المرة كان مكانها وزمانها البصرة الفيحاء، قبة الإسلام وخزانة الأدب وذات الوشاحين وقبة العلم ومنارة العقاب. كيف لا وهي المؤتفكة وسوق العالم وبندقية الشرق وثغر العراق وحاضرة العرب وعروس الخليج، مدينة الشناشيل التي تزينت وتوحدت الجهود فيها لاستقبال الأشقاء، فضيافتهم وإكرامهم والترحاب بهم في بلدهم الثاني هو الفوز بلقب البطولة عند العراقيين، وليس بعدد الأهداف التي ستسجل في مرمى الفرق المشاركة. حسين ياسين، الفرات. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن وصول جميع الحكام لقيادة مباريات كأس الخليج التي ستنطلق غدا على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، كما أشار إلى نصب منظومة تقنية الفيديو الفار. وقال الأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان إن جميع الحكام لقيادة مباريات كأس الخليج وصلوا إلى محافظة البصرة، وأضاف أن الحكام قاموا ببعض التمارين والبروفات النهائية لقيادة المباريات الكروية بين المنتخب العراقي ومنتخب سلطنة عمان، وكذلك المباراة الثانية بين السعودية واليمن. وأكد فرحان أن منظومة الفار وصلت إلى ملعبي جذع النخلة وكذلك الميناء، وسيتم العمل بها خلال مباريات كأس الخليج. توافدت الجماهير من كافة أنحاء البلاد إلى محافظة البصرة مندهشين بما تشهده المحافظة من تطور، والفرات تتواجد وتواصل تغطيتها ونقلها للأحداث الخاصة ببطولة خليج 25 في المحافظة. تحية طيبة لكم مشاهدينا مشاهدي قناة الفرات الفضائية، ونحن هنا وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاحية كأس خليجي 25. هذا الكرنفال الكبير، هذا العرس البصري الكبير. نعم، الفرق اكتملت هنا في مدينة البصرة، أيضا المشجعين الذين جاءوا من جميع المحافظات العراقية، من شمالنا الحبيب، من المحافظات الغربية، من العاصمة بغداد، جاءوا هنا إلى مدينة البصرة لكي يحضروا هذا الكرنفال الكبير. حتى نضعكم في الصورة، واختصارا للوقت نلتقي بالمشجعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عيني. اليوم جيت تشجع منتخب العراق إن شاء الله الافتتاحية غدا. نعم إن شاء الله. احنا جيتنا من كركوك، وعدكم علم كركوك بالنسبة لنا عراق مصغر، يلم كافة الطوائف، الكردي، العربي، التركماني. الحمد لله والشكر، احنا صراحة كنا نلاحظ الإعلام عبارة عن تسخيط للبصرة، ولكن البصرة من جينا شفناها ما شاء الله مزدهرة وجميلة. ونقول لإخواننا العرب الأشقاء حياكم الله بداركم الثاني، كركوك، بغداد، بصرة، كل المحافظات العراقية ترحب بأشقائنا العرب، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم أحبتي، طبعا أكيد يعني توافد إلى مدينة البصرة أغلب دول الخليج، المشجعين من دول الخليج. الإخوان هنا اليوم حضروا أدوات التشجيع. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. حيا الله بيكم. متحمس؟ أي والله متحمس، كلش متحمس. جايبين ادواتكم هاي ان شاء الله؟ جايبين ادواتنا كلها ان شاء الله، جايبين كل الاعلام العراقيه وحتى اعلام توقعاتكم ان شاء الله.
الفوز ان شاء الله. ان شاء الله اللقب لمن ان شاء الله؟ ان شاء الله للعراق، سود الرافدين ان شاء الله، سود الرافدين. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله بالبصره. الله محيي اصلك قلبي. منين جيتك؟ من كركوك. ما شاء الله، يعني احنا يعتبرونا من الشمال خلينا نقول، وجينا البصره الحبيبه بصره الفيحاء. اليوم احنا فخورين بهذا اللي نشوفه، يعني اللي تقدمه البصره. يعني احنا ماكو فرق ان شاء الله، بصرتنا مثل ما يقولون، واحنا نشجع ونآزر المنتخب العراقي وان شاء الله ياخذ الكاس. وماكو فرق اي فريق اذا اخذ الكاس، هم خليجنا واحد مثل ما يقولون، واحنا ندعم الفريق العراقي بكل الاوقات يعني. وهذا هذا اللي عندنا، وان شاء الله احنا ايد واحده من الشمال للجنوب. باختصار اريد رساله بالتركماني او الكردي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بسوق ممنلق محافظتان بصره محافظاسından biz Kerkük'ten geldiğimiz zaman çok memnunuz. Bir güzel istikbal ettiler bizi. İnşallah inşallah yarın iftitahiyatı butula kas halicim aldı. İnşallah عراقن دوتمخ. نعم أحبتي، كل التوفيق إلى يعني دول الخليج، كذلك التوفيق لمنتخبنا. إذا وصلنا وإياكم هنا إلى ختام رسالتنا من مدينة البصرة الحبيبة، في أمان الله. والآن إلى ملف السوشيال ميديا والزميل محمود قاسم الذي سيطلعنا على أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن بطولة خليجي 25 والترحيب بالأشقاء. نتابع. باتت البصرة جميع استعداداتها لاستضافة خليجي 25، وباتت المدينة بحلة جديدة من شوارع وملاعب وفنادق، حتى المنافذ الحدودية أخذت نصيبها من الإعمار والتزيين. وعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة بمونديال الخليج، لنتابع هذا الفيديو. تستعد البصرة اليوم للتحضير إلى استضافة خليجي 25، وذلك من خلال تجهيز البنية التحتية كإنشاء محطات المياه وتعبيد الطرق وشبكة الكهرباء، وتطوير المدينة الرياضية وتجهيزها بأعلى التقنيات، وإنشاء وحدات سكنية حيث يتم العمل على 2300 وحدة سكنية حول أرض المدينة الرياضية، إذ يتم توفير مساحات لإنشاء الفنادق والمناطق التجارية. تتكون المدينة الرياضية من عدة ملاعب. عن هذا الحدث الرياضي الذي أسعد العراقيين جميعا وأيضا الخليجيين، تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نشر حساب شمس العراق، ها هو شمس العراق، شمس العراق في تدوينته على الفيسبوك بعنوان في ضيافة بصراوية، مبادرة بصراوية تعبر عن كرم وأصالة أهل البصرة، تهدف لتوفير 2000 منزل بصراوي يستقبل مشجعين من البصرة من خارج البصرة ضمن خليج 25. وأيضا محمد العبوسي، محمد في تغريدته يعبر فيها عن لهفته لرؤية المنتخبات والجماهير الخليجية في البصرة، إذ يقول محمد في تغريدته: اشتقنا للأخضر والأزرق والعناب وكل دول الخليج في البصرة الحبيبة، وحياكم الله. نبقى أيضا مشاهدينا مع هذا التفاعل الكبير، وإلى تويتر لحمزة بن علي. حمزة، نبارك للأشقاء العراقيين ومبارك لكل الجهود التي ساهمت بالحصول على استضافة بطولة الخليج. لم يتبقى أيها الأحبة إلا القليل من الوقت ونشاهد حفل افتتاح هذا العرس الخليجي، لكن احذروا، من سيفوز بهذه البطولة؟ وهل العراق قادر على معانقة الذهب بعد فراق طويل؟ انتهت فقرتنا لهذا اليوم، سنرصد لكم كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير.
وإلى الذكرى السنوية المهمة، حيث يحتفل العراقيون بالذكرى 102 لعيد الجيش العراقي بعد تسطير سنوات من الأمجاد الخالدة والبطولات المتحققة. وبحلول هذه الذكرى وصل الجيش العراقي لمرحلة من الكفاءة والجاهزية والإعداد وضعته في مصاف الجيوش المتقدمة، كيف لا وهو من ارتقى مراتب متقدمة في الخبرة الميدانية إثر مواجهته أكبر تحد عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، متمثلا بعدوين إرهابيين هما القاعدة وداعش، وانتصر عليهما مقدما مع بقية التشكيلات الأمنية مشاريع شهادة تجاوز العراق بفضل دمائها الزكية الخطر الأكبر. مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة مرة أخرى إلى الزميل محمود قاسم ليضعنا في تفاصيل أكثر عن ذكرى تأسيس الجيش العراقي وأحداث هذه المناسبة، نتابع. طاب يومكم مشاهدينا الأحبة. في الذكرى الثانية بعد 100 يقف العراقيون إجلالا لجيشهم المرابط لحماية حدود وأمن البلاد. أكثر من 100 عام مرت على تأسيسه وهو ما يزال شامخا مضحيا، لا يصل إلى محطة ويتوقف عندها، بل يواصل المسير، يواكب ويتطور ويتقدم وينتصر، حيث إن الجيش العراقي يتكون من قيادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي ومديرية الاستخبارات العسكرية ودوائر أخرى، ويبلغ عدد منتسبيه حوالي 350 ألفا بين جندي وضابط. تشكل قيادة القوات البرية أكثر من 72% من عدد القوات العراقية، كونها تمسك الأرض وتقوم باقي القطاعات بدور الإسناد الداعم للقوات الأمنية. يمتلك الجيش العراقي 36 طائرة، F-16 الأمريكية، كان قد استلم الدفعة الأولى منها عام 2016، حيث اكتملت الدفعة وآخر دفعة عام 2019 بحسب بيان وزارة الدفاع. تبلغ موازنة الجيش ووزارة الدفاع 650 مليون دولار فقط، وهو مبلغ لا يكفي بمتطلبات الجيش، إذ هو بحاجة لطائرات ودبابات أكثر تطورا فضلا عن طائرات استطلاع. فوج الإمام موسى الكاظمي عليه السلام هو النواة الأولى التي تشكل منها الجيش العراقي عام 1921، حيث كان يعتمد آنذاك على المتطوعين. تقرير نور السعيد فيه تفصيلات كثيرة عن التأسيس والتشكيل، لنتابع. عد أول جيش نظامي في العالم بتأسيسه خلال القرن التاسع قبل الميلاد، لتظهر على مدى قرون عدة جيوش اختلفت باختلاف الحضارات، بدءا من العصر الآشوري مرورا بالأكدي والبابلي والإسلامي وحتى العصر الحديث. الجيش العراقي ينقسم إلى 5 أفرع، هي البرية، الجوية، البحرية، وطيران الجيش والدفاع الجوية. تخضع جميعها لسلطة وزارة الدفاع باستثناء جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، اللذين يأتمران بأوامر رئاسة الوزراء. يرجع تأسيسه الحالي إلى عام 1921، إذ تشكلت حينها وزارة الدفاع برئاسة الفريق جعفر العسكرية، وبدأ بتشكيل الفرق العسكرية بالاعتماد على المتطوعين، فكان فوج الإمام موسى الكاظم أول الأفواج المشكلة في المملكة العراقية وحتى انقلاب عام 1963. كان الانضمام للجيش تطوعيا، أما بعد انقلاب 63 أصبح الانضمام إجباريا، ثم أعيد نظام التطوع بعد 2003.
اتخذت قيادة القوات المسلحة مقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية عام 1931 ثم البحرية عام 1937. حل بعد 2003 وأعيد تشكيله وتسليحه من جديد لتتنوع موارد تسليحه بين أمريكا وروسيا والصين. صنف في 2020 في المرتبة 50 عالميا من أصل 138 جيشا بتعداد بلغ 310,000 منتسب موزعين على 14 فرقة منتشرة في مختلف المحافظات باستثناء إقليم كردستان. سجل حضورا متميزا في طرد عصابات داعش الإرهابية مؤخرا وتخليص المنطقة منها. هذا وتقدم الجيش العراقي في التصنيف السنوي العالمي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2022، إذ حصل على المرتبة 34 عالميا. التصنيف جاء بناء على التقرير الذي نشره موقع Global Fire Power الأمريكي المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة، حيث تقدم الجيش العراقي بمعدل 23 مرتبة في التصنيف 2022، بعدما كان يحتل المرتبة 57 في تصنيف عام 2021، وجاء في المرتبة 6 في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك التصنيف بناء على 50 عاملا لتحديد هذا التصنيف، وتتضمن العوامل القوة العسكرية والمالية واللوجستية. أدخل نظام صدامي المقبورة الجيش العراقي في حرب عبثية لا طائل منها سوى إرضاء أحلامه المريضة، فمع بداية حكمه زج العراق بحرب مع جارة إيران. دامت الحرب 8 سنوات وظل العراق يدفع تبعاتها حتى اليوم، وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا من الجيش العراقي تجاوز 1,000,000 جندي، بينهم مئات الآلاف من الجرحى. تكبد الاقتصاد العراقي خسائر فادحة، فذات التقديرات مشاهدينا تشير لأن العراق خسر في هذه الحرب بالتحديد حوالي 500 مليار دولار، فضلا عن الديون التي تراكمت عليه وتقدر ب 130 مليار دولار. لم يكتفي صدام بتلك الحرب العبثية، بل زادها حماقة عندما غزا الكويت. وقد اختلفت تقديرات الخسائر العراقية في حرب الخليج الثانية، لكن بمعدل وسطي مشاهدينا ألقى ما يقارب 100,000 جندي حتفهم، واستشهد حوالي 200,000 مدني فيها، فيما تم أسر 30,000 جندي. أما من ناحية الخسائر المالية مشاهدينا التي خلفتها الحرب في الجيش، فقد تم تدمير 4,000 دبابة وحوالي 4,900 قطعة مدفعية وعربة لنقل القوات، إضافة إلى حوالي 240 طائرة حربية. قوات الجيش العراقي بجميع تشكيلاته كان لها الدور البارز في النصر على عصابات داعش مع بقية التشكيلات الأمنية، حيث شهد سوح المعارك صولاتهم وجولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. المزيد في التقرير الآتي. معارك شرسة خاضها أبطال الجيش العراقي وعلى محاور متعددة لطرد العصابات التكفيرية أبان سيطرتها على بعض مدن البلاد. وكان الجيش العنصر الأبرز مع صنوف الأمنية الأخرى أثناء معارك التحرير لما يمتلكهم من عدة وعدد،
فقد كان للصنوف المختلفة أدوار مهمة، ومنها الفرقة المدرعة ودورها في شق السواتر وتقدم القطاعات وإرعاب العدو بالدبابات البرامز والآليات المدرعة الأخرى، فضلا عن صنوف المشاة والاستخبارات. حقيقة دور الجيش العراقي كان ولا زال بدحر إصابات داعش الإرهابية، كان إلى الدور الأساسي، وكان متواجد كمحور منفصل، وكان أيضا متواجد مع كل محاور القتال، سواء مع أخوانا في الشرطة الاتحادية أو مع أخوانا في الحشد الشعبي أو مع جهاز مكافحة الإرهاب، وكل تشكيلات وصنف الجيش العراقي كان لها دور أساسي ومهم بمقارعة الإرهاب. وروى البواسل في الجيش أرض العراق بدمائهم الطاهرة على مر التاريخ، فهم السور والدرع الحصين ضد هجمات المعتدين الذين تتهاوى نواياهم على صخرة صمود أبطال الجيش الذين يستمرون بتقديم الغالي والنفيس من أجل ديمومة أمن واستقرار البلاد. إحنا عندنا بطولات استثنائية في القديم في الخمسينات في السبعينات في الثمانينات، وأما في داعش فبرز بروز غير طبيعي، وخاصة معارك المدن مو هينة، لأن معارك المدن مو مثل المعارك المنبسطة، الأراضي المنبسطة أو الغابات. نقف إجلالا وإكراما وتعظيما لهذا الجيش العظيم الذي استطاع بعزيمته بإرادته بعقيدته الراسخة في حب الوطن أن يقاتل أشرس وأخطر منظمات إجرامية عبثية عرفها التاريخ، وهي داعش والقاعدة ومن لف لفهم. قوافل من الشهداء والجرحى امتزجت دماءهم بتراب هذا الوطن، إن كانوا من الدفاع أو الداخلية وقوات الحشد الشعبي والصنوف الأمنية الأخرى، ولولاهم لكانت أرض العراق أسيرة إلى يومنا الحالي تحت سطوة وسلطة المجاميع التكفيرية التي عاثت بالأرض فسادا وارتكبت أبشع المجازر الوحشية. أدوار مفصلية للجيش العراقي في معارك تحرير المدن من داعش الإرهابي، فقد تكفل بعمليات عسكرية مهمة كان لها الدور الأهم في الخلاص من تلك العصابات الإرهابية وبتضحيات جسام قدمها أبطال الجيش العراقي. صباح حكيم الفرات، بغداد. وفي ذكرى تأسيسه استذكر المواطنون شهداء الجيش وجرحاه الذين وقفوا بوجه عصابات داعش، مشيدين بدورهم وموقفهم وتضحياتهم الشجاعة. لنتابع. مؤسسة الجيش هي مؤسسة محترمة، أسست عام 1921 في أول فوج سمي فوج موسى الكاظم، وشارك في كثير من المعارك المهمة، معارك مصيرية في سبيل تحرير فلسطين من 48 73 69. لذلك مؤسسة الجيش يجب أن تحترم وأن تصان وأن يبقى الجيش العراقي سور للوطن. طبعا احنا نحيي الجيش العراقي وكل فصائل الحشد والجيش والكل اللي ساند واللي دافع واللي قاتل واللي ضحى بالنفيس والكل ما يملك لأجلنا وأجل هاي العالم والأولاد والأطفال، ودخل المناطق اللي دخل بها داعش وضحى بالنفيس وكل ما يملك من أجل شنو؟ الحرية، من أجل البلد يكون مستقر. هاي التضحيات ما دل على أنه الغيرة العراقية اللي ما قال إنه سني ولا شيعي، الجيش كله صار واحد، كله قلب واحد، كله إيد وحدة، كله اتحدت لنصرة هذا البلد المظلوم، هذا البلد اللي شاف ما شاف من حروب. نهنئ الشعب العراقي أجمع والجيش العراقي فردا من ضباط ومراتب وجنود بمناسبة عيد الجيش، فتحية من كل فرد عراقي إلى هذا الجيش البطل الذي ضحى ما ضحى وأعاد الأمان، فله الفضل على كل فرد عراقي. الجيش العراقي المفخرة لكل العراقيين وحتى العرب وحتى دول الخارج لما قدمه طوال السنوات الماضية من ثبات وعزيمة وسهرة وخاض الحروب من أجل العراقيين وكرامة ودماء الشعب العراقي. حقيقة كل الأيام احنا نعتبرها أعياد للجيش العراقي، وعيد الجيش هو من أقرب وأعز الأعياد على قلوب العراقيين. لازم في كل الأوقات نستذكر وندعم الجيش العراقي، وعلى كل شخص وطني وشريف يدعم الجيش
لأمور كثيرة حقيقة، كونه رمز البلاد، كونه الحصن المنيع للعراق. وفي خبرنا ما قبل الأخير، قررت وزارة الدفاع العراقية منح مكافأة للجرحى من قواتها، وذلك لمناسبة حلول ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي. ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع ومذيلة بتوقيع الوزير ثابت العباس، إنه تقرر منح الجريح الواحد 3 رواتب بهذه المناسبة. هذا ويوافق يوم الجمعة 6 من شهر كانون الثاني الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث يحتفل العراقيون من كل عام بهذه المناسبة. وقررت رئاسة أركان الجيش إرجاء الاستعراض السنوي بعيد الجيش إلى إشعار آخر لتزامنه مع انطلاق فعاليات بطولة خليجي 25. من جانبه، قرر وزير الدفاع ثابت العباسي إطلاق سراح العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية بحقهم بمناسبة عيد الجيش العراقي. وجاء في الوثيقة أنه استنادا للصلاحية المخولة للوزير بقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية وبمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وتزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، تقرر إطلاق سراح العسكريين من الضباط والمراتب الموقوفين عن مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية المشكلة عن هذه القضايا، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمونه وأحكامه. ختام المرصد، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.